أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم جميعا في دروس درسنا لهذا اليوم إلى طلاب الصف الثاني ثانوي الفصل الدراسي الثاني في مادة الرياضيات. موضوع درسنا لهذا اليوم تمثيل الدوال المثلثية بيانيا، الجزء الأول، إعداد الأستاذة سميرة السالم، تقديم معتصم الجهني. سنتعلم في درسنا لهذا اليوم فكرتان: أولاً إيجاد السعة وطول الدورة، ثانياً تمثيل دالتي الجيب وجيب التمام بيانياً. نبدأ معكم الآن نتعرف على دالتا الجيب وجيب التمام. بداية نتعرف على دالة الجيب. الدالة الأم للدالة الجيب هي y ساين ثيتا. رح نتعرف فيها على التمثيل البياني. نلاحظ هنا في هذا التمثيل البياني أن المجال لدي هو R، وأيضا نلاحظ هنا في هذا التمثيل البياني أن المدى هو محصور بين الواحد وبين السالب واحد. إذا نقول y حيث الواي محصورة بين الواحد وبين السالب واحد. أيضا نلاحظ في هذا التمثيل البياني أن السعة هي واحد، وتكمل هذه الدالة دورة كاملة عند 360 درجة، وبالراديان نقول عند 2 باي. دالة جيب التمام. الدالة الرئيسية أو الدالة الأم لها هي y كوساين ثيتا. لاحظ الآن في هذا التمثيل البياني أن المجال لها هو R، وأيضا نلاحظ من خلال هذا التمثيل البياني أن المدى محصور في هذه الدالة بين الواحد والسالب واحد. إذا نقول y حيث الواي محصورة بين الواحد والسالب واحد. أيضا نلاحظ هنا أن السعة للدالة الأم لجيب التمام هي بواحد. أخيرا تكمل دورة كاملة عند 360 درجة، وبالراديان نقول عند 2 باي راديان. دالتا الجيب وجيب التمام y يساوي a ساين b ثيتا و y يساوي a كوساين b ثيتا. نسمي الطول الأفقي لكل دورة بطول الدورة، وطول الدورة يساوي ويعطى بالصيغة 360 درجة على القيمة المطلقة للبي. طيب ما هي البي؟ البي هي عدد الدورات في 360 درجة. ما هي السعة؟ السعة منحنى الدالة الجيب أو دالة جيب التمام تساوي نصف الفرق بين القيمة العظمى والقيمة الصغرى للدالة، وتعطى السعة بي القيمة المطلقة للA، حيث أعلى قيمة رح نقول عنها القيمة العظمى وتعطى بالقيمة المطلقة للA، أما القيمة الصغرى وهي بسالب القيمة المطلقة للA. المثال الأول، أوجد السعة وطول الدورة للدالة y يساوي 4 كوساين 3 ثيتا. لاحظ الآن هذه الدالة، قارنها بالدالة اللي درسناها وهي y يساوي a كوساين b ثيتا. تستطيع من خلالها إيجاد كل من الـ a والb، حيث أن الـ a راح تساوي 4 وقيمة الـ b راح تساوي بـ3. الآن نوجد السعة. السعة هي القيمة المطلقة للـ a، والقيمة المطلقة للـ a راح تساوي بـ4. نجيب الآن طول الدورة. تكمل هذه دورة كاملة راح نحسبها الآن بالقيمة المعطى وهي 360 على القيمة المطلقة للبي. نعوض الآن بقيمة البي وهي بـ3. إذن 360 درجة على القيمة المطلقة للـ3 وهي 3، وتساوي 120 درجة. إذن نلاحظ هنا في هذا التمثيل البياني أنها تكمل دورة كاملة عند 120 درجة. تدريب، أوجد السعة وطول الدورة للدالة y يساوي كوساين نص ثيتا. قارن هذه الدالة بالدالة اللي درسناها وهي y يساوي
A كوساين B ثيتا تستطيع من خلالها إيجاد كل من قيمة الـ A وقيمة الـ B. إذا قيمة الـ A من خلال هذه المقارنة هي بواحد وقيمة الـ B تساوي بنص. الآن الخطوة الأولى أوجد السعة، والسعة تعطى بالصيغة القيمة المطلقة للـ A، والقيمة المطلقة للواحد هي بواحد. أما طول الدورة راح يعطى بالصيغة التالية 360 على القيمة المطلقة للـ B، إذا 360 على نص وتساوي 720 درجة. إذا لاحظ هنا في هذا التمثيل البياني أن هذه الدالة تكمل دورة كاملة عند 720 درجة، ولاحظ أيضا هنا أن السعة بواحد. تدريب: أوجد السعة وطول الدورة للدالة y يساوي 3 كوساين 5 ثيتا. أيضا في هذه الدالة نقارنها بالدالة y يساوي a كوساين b ثيتا، تستطيع من خلالها إيجاد كل من قيمة الـ a وقيمة الـ b. قيمة الـ a هي بثلاثة، أما قيمة الـ b راح تساوي 5. إذا الخطوة الأولى راح نوجد مين؟ السعة. السعة هي القيمة المطلقة للـ a، والقيمة المطلقة للـ a هي تساوي 3. أما طول الدورة فيعطى بالصيغة التالية 360 على القيمة المطلقة للـ b، إذا 360 على 5 وتساوي 72 درجة. إذا هذه الدالة تكمل دورة عند 72 درجة. لرسم دالة الجيب أو جيب التمام، وهي y يساوي a sin b ثيتا و y تساوي a cosine b ثيتا، لازم نستعمل منحنيات الدوالة المولدة وهي الدوالة الأم والسعة وطول الدورة، بالإضافة إلى نقاط التقاطع مع المحور ثيتا لكل من دالتي الجيب وجيب التمام في الدورة التي تبدأ عند ثيتا تساوي صفر. إذن y يساوي a sin b ثيتا، وعندي أيضا هنا y تساوي a كوساين b ثيتا. نقاط التقاطع مع المحور ثيتا راح يقول 1 على 4 في 360 درجة على b وصفر، و 3 على 4 في 360 على b في صفر. أما في دالة الساين راح نقول النقاط التقاطع مع المحور ثيتا 0 وصفر، و نص في 360 على b وصفر، وأخيرا 360 درجة على b وصفر. التدريب الأول: مثل الدالة y يساوي كوساين 4 ثيتا بيانيا. أولا قارن هذه الدالة بالدالة اللي درسناها وهي y يساوي a كوساين b ثيتا، إذا تستطيع من خلالها إيجاد كل من قيمة الـ a وقيمة الـ b. قيمة الـ a راح تساوي بواحد، وقيمة الـ b راح تساوي بأربعة. السعة هي القيمة المطلقة للـ a، والقيمة المطلقة للـ a راح تساوي بواحد. أما طول الدورة يعطى بالصيغة التالية 360 درجة على الـ b، عوض بقيمة الـ b وهي أربعة، إذا 360 على 4 وتساوي 90 درجة. الآن نجيب نقاط التقاطع مع المحور ثيتا. حنبدأ الآن: ربع في 360 على b وصفر، عوض بقيمة الآن ال b وهي بأربعة، إذا ربع في 360 على 4 وصفر وتساوي 22.5 درجة وصفر. التعويض الثاني: 3 على 4 في 360 على b وصفر، عوض بقيمة الـ b الآن بأربعة، إذا تصبح 3 على 4 في 360 على 4 وصفر وتساوي 67.5 وصفر. إذا لاحظ الآن أن هذه الدورة تكمل دورة كاملة عند 90 درجة، والسعة هي بواحد. تقويم:
مثال اختياري: أوجد السعة وطول الدورة للدالة واي يساوي 5 كوساين 3 ثيتا. أولاً قارن هذه الدالة بالدالة واي يساوي A كوساين B ثيتا. تستطيع من خلالها إيجاد كل من قيمة الـ A وقيمة الـ B. قيمة الـ A هي بخمسة وقيمة الـ B هي بثلاثة. إذن السعة راح تساوي القيمة المطلقة للـ A، إذن هي بخمسة. أما طول هذه الدورة فهي 360 على القيمة المطلقة للـ B، والـ B هنا بثلاثة، إذن 360 على ثلاثة وتساوي 120 درجة. إذن لاحظ الآن أن هذه الدالة السعة فيها لا تتجاوز الخمسة وسالب خمسة، وطول الدورة تكملها عند 120 درجة. إذن الاختيار الصحيح هو الاختيار C. تقويم: مثال اختياري: أي من الدوال التالية لها التمثيل البياني التالي؟ لاحظ في هذه الدالة أن قيمة السعة هي بسالب 2، وأيضا نلاحظ في هذه الدالة أنها تكمل دورة كاملة عند 120 درجة، إذا 360 على القيمة المطلقة للبي تساوي 120 درجة، إذا قيمة البي بثلاثة. إذا الاختيار الصحيح هنا هو الاختيار بي، واي تساوي سالب 2 كوساين 3 ثيتا. تعلمنا في درسنا لهذا اليوم دالة الجيب، وهي واي يساوي ساين ثيتا، وهي الدالة الأم. التمثيل البياني نلاحظ فيه أن مجال هذه الدالة R، وأيضا لاحظ أن المدى هنا بين الواحد والسالب واحد، والسعة هي بواحد، وأيضا تكمل دورة كاملة عند 360 درجة وبالراديان عند 2 باي راديان. أما دالة جيب التمام وهي واي يساوي كوساين ثيتا، نلاحظ فيها في خلال التمثيل البياني أن المجال فيها هو بآر، ونلاحظ أيضا أن المدى محصور بين الواحد وسالب واحد، وتكمل دورة كاملة عند 360 درجة وبالراديان عند 2 باي راديان. أيضا لاحظ هنا أن دالة الجيب ودالة جيب التمام من خلال التمثيل البياني هي y يساوي a sin b ثيتا y يساوي a cosine b ثيتا. قيمة السعة هي القيمة المطلقة للـ A، وأيضا طول الدورة يساوي 360 على القيمة المطلقة للـ B، أو 2 باي على الـ B. وفي نهاية هذا الدرس أتمنى أكون وفقت في تقديمه، وإن شاء الله نشوفكم في دروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.